أهلا بكم مشاهدينا في هذا المباشر من أخبار الآن. وكما تشاهدون هذه اللقطات والصور وأيضا لقطات وصول البابا فرانسيس إلى مدينة قرقوش في شمال العراق. ومنذ قليل كان البابا فرانسيس يعني ألقى خطاب من ساحة قرقوش البيعة في الموصل، حيث يترأس أيضا صلاة على أرواح ضحايا الحرب من أمام كنيسة مدمرة أثرية. وقال البابا فرانسيس إن التناقض المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح هنا في هذه الكنيسة الأثرية وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط هو ضرر جسيم لا يمكن تقديره. إذا كما تشاهدون البابا وصف العديد من الحضور يعني العراقيين وأيضا العديد من المسيحيين في مدينة قرقوش. وبعد زيارته للموصل وكذلك أربيل، وأيضا أمس شاهدنا أن البابا فرانسيس قام بزيارة العديد من المناطق على غرار النجف وأيضا أور التاريخية، حيث ألقى كذلك كلمة والتقى في النجف بالمرجع الشيعي علي السيستاني. كذلك يؤكد البابا فرانسيس على أن قناعته أن الأخوة هي مصدر للتسامح بين الديانات، وأيضا قال أن التناقض المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح هو ضرر جسيم لا يمكن تقديره. كذلك يعني وصل البابا منذ قليل، وكما تشاهدون هناك حفاوة واستقبال يعني كبير للبابا فرانسيس يعني في هذه المنطقة. وترتدي يعني هذه المحطة من الزيارة أهمية كبرى، لا سيما أن محافظة نينوى وأيضا الموصل وكذلك العديد من المناطق تشكل مركز الطائفة المسيحية في العراق، وكذلك تعرضت كنائسها كما شاهدنا منذ قليل تعرضت إلى دمار كبير على يد تنظيم داعش الإرهابي. ولا تخلو هذه المحطة من زيارة البابا من تحديات أمنية ووسط أيضا إجراءات أمنية مشددة. ونحن نعلم أن قبل وصول البابا فرانسيس إلى العراق هناك يعني استهداف أمني وضربة قوية جدت في القاعدة، قاعدة عين الأسد بالعراق. يعني كما تشاهدون يعني استقبال كبير البابا فرانسيس. تعد يعني الرحلة اليوم هي آخر يوم من رحلة زيارة دامت 3 أيام إلى العراق. مثل ما ذكرت هذه المناطق التي قام بزيارتها منذ صباح اليوم البابا فرانسيس، أربيل مرورا بالموصل وكذلك الكنيسة، كذلك يعني ساحة حوش البيعة، كل هذه المناطق التي زارها البابا والتي يعني هو الآن في مدينة قرقوش. تشكل هذه المناطق محطة بارزة في زيارة البابا التاريخية إلى العراق. ومثل ما شاهد منذ قليل الكنيسة في ساحة حوش يعني البيعة، الكنيسة كانت مدمرة بالكامل نتيجة المعارك الضارية التي حصلت فيها لطرد تنظيم داعش الذي احتل وعاث في يعني بعض المناطق رعب وظلم بين عامي 2014 و2017، ما دفع المزيد من أبناء الأقلية المسيحية إلى الهجرة. dove sono le nostre chiese e a
البابا منذ وصوله إلى العراق قال إنه يحمل رسالة تسامح وتضامن بين الأديان في العراق بين كافة الطوائف كذلك والأديان. إذا البابا يستعد لإلقاء كلمة في مدينة قرقوش مثل ما تشاهدون هذه صور حية تأتيكم مباشرة من أخبار الآن في نقل مباشر وتغطية مباشرة لزيارة البابا فرانسيس إلى العراق. Il padre Callo, l'unico sacerdote che è siro cattolico di Mosul, mi permetta santità di indirizzare, di parlare in arabo perché purtroppo l'italiano non è ben capito, eccetto per la vostra delegazione, le loro eminentissime cardinali, eccellentissimi vescovi, arcivescovi e bravi sacerdoti e laici che l'hanno accompagnata in questa visita storica e molto coraggiosa. Anche vi li presento i miei confratelli padri del Sinodo e i sacerdoti, per la maggior parte furono sradicati 7 anni fa da questa città سيرو كاتوليكا. أيها الأب الأقدس، نستقبلكم اليوم مع هذا الجمع الحاشد، وهو جزء من المسيحيين الذين طردوا قبل سنوات من بيوتهم في قرقوش، برطلة، بعشيقة، كرمليس وسائر البلدات والقرى في سهل نينوى. نرحب بكم كما رحبت نينوى العظيمة بيونان النبي الذي أعادها إلى الله بالتوبة. فأنتم كوروزو دشرورو أخ يونون، أنتم الكارز بالحق مثل يونان النبي. ويشارك معنا بعض من جيراننا من مسلمين عرب وكرد وتركمان وإزيد وشبك وككائيين، جماعة متنوعة دينياً وإثنياً سعت في الماضي للتعايش في تفاهم وسلام. هنا في سهل نينوى أرض الكتاب المقدس في شهر آب من عام 2014 جميع طلباتهم اقتلعوا من بيوتهم من أرضهم بسبب قدموا على البحث عن مأوى في كردستان المجاور. وهذه الكنيسة السريانية الكاثوليكية، كنيسة الطاهرة، وهي أكبر معبد في العراق بناها المؤمنون، كانت في